بمشاركة عالمية ومحلية لنخبة من أطباء العيون، أطلق مشفى العيون الجراحي مؤتمره الدولي الأول برعاية وزارة الصحة في صالة ديونز في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق. رعاية المؤتمر لأهميته ووجود خبرات محلية، قامات علمية كبيرة، وجود خبرات دولية من أشخاص أطباء ومؤسسات مهتمة في طب العيون بشكل خاص بكل تأكيد، ويهدف المؤتمر بشكل أساسي لتبادل الخبرات بين الجراحين والأطباء والمؤسسات المعنية بطب العيون للوصول إلى آخر ما توصل إليه العلم الحديث في هذا المجال. بظل هالظروف الصعبة أكيد انعقاد هكذا مؤتمر جهد كبير يشكر عليه المعنيين في مشفى العيون، والشكر أيضا لجميع أطباء العيون في سوريا الذين ساهموا وشاركوا بمحاضرات علمية وأبحاث. المواضيع والأسماء والمعلومات اللي عم تتقدم هي كتير هامة وكتير أساسية لتطوير طب العيون بسوريا. في كورسات تعليمية لتدريب المقيمين، في ورشات عمل، كل هاي الأمور مفتوحة لكل أطباء سوريا مقيمين واختصاصيين وبشكل مجاني بالكامل. المؤتمر تضمن حوارات طبية لمشاكل العين وعلاجها، إضافة إلى ورشات علمية وتقنية تهدف إلى التعليم والتطوير المستمر لأطباء الاختصاصيين والمقيمين في المشفى. هي فكرة نوعية وخطوة إيجابية جديدة على مستوى المؤتمرات العينية على مستوى سوريا، كونه هذا الموضوع حيكون في عنا ناس من برا لأول مرة رغم كل الظروف الصعبة اللي مرت فيها البلد. في عنا الدكتور طارق شعراوي، طبعا هو رئيس اللجنة الدولية للجلاكوما، وفي عندي كمان البروفيسور حيكون كمان دكتور زياد خوير اللي حيجوا على سوريا بعد كل هالفترة الطويلة. هذا بدل على شيء انه نحن الحمد لله مستمرين، وانه سوريا ان شاء الله بتضل واقفه، وانه حتضل سوريا هي منبر للعلم. المؤتمر جدا مهم لانه هو يعتبر المؤتمر الاول الدولي في سوريا في طب العيون، اول الدولي الاول على الاطلاق يعني. هي اول اهميه، الاهميه الثانيه انه اجى بوقت كثير يعني مهم، هو رساله حقيقيه انه سوريا بعد الحرب الظالمة 10-11 سنة 12 سنة، أنه تفاجئ العالم بأنه قادر على إقامة مؤتمر دولي. هذا نعتبره نحن نصر عظيم لسوريا ولدولتنا وحكومتنا ولبلدنا ولأطبائنا، وهذا شيء كتير مهم لأنه نحن لما بنحكي عن مؤتمر دولي فهذا له مقومات وله معايير بده يحصل عليها المؤتمر لحتى يتصنف دوليا. طبعا صار هذا التصنيف لأنه أهم مؤسسات بحثية بالعالم وجمعيات طبية في طب العيون من أمريكا، بريطانيا، من أسبانيا، من روسيا، من كل دول العالم شاركت بهذا، بالإضافة لأهم الباحثين في العالم. تم مناقشة الكثير من الحوارات مع الزملاء من دول أخرى خارج سوريا، مع الزملاء من الأرجنتين، مكسيكو، أمريكا، برتغال، وكان نقاش جدا مفيد لكل شرائح أطباء العيون، سواء الاستشاريين، سواء الأساتذة، سواء الطلاب المقيمين، طلاب الدراسات العليا، فكل شرائح أطباء العيون كانت جلسة ممتعة ومفيدة. المؤتمر استمر يومين بمشاركة عدة دول عربية وأجنبية عبر محاضرات مباشرة وافتراضية في سبيل تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات العالمية في تشخيص وجراحة العين.